التمرد إيجابي، الثورة إيجابية. دايما كانوا يقولوا نوال سعداوي متمردة، ده شيء إيجابي. أنا بالنسبة لهم نموذج المرأة الحرة اللي هم عجزوا عن أن يكونوها. أنا لم أخذ ولا جائزة في بلدي، أنا أخذت أكبر جوائز في العالم، ما أخذتش ولا جائزة في بلدي. لا، أنا لا أعترف بالوحدة ولا الموت.